بقاء لله طبعا، وده اقل حاجه النادي الاهلي يقدر يقدمها لاولاده. اليوم ده احنا يمكن مش بنعتبره بس اسوأ يوم في تاريخ النادي الاهلي او في تاريخ الرياضه المصريه كلها، لا، هو في تاريخ مصر من اسوأ الايام اللي مرت علينا. شهداء راحوا في سبيل ناديهم وراحوا وهم بيشجعوا منتهى الانتماء ومنتهى الحب للنادي الاهلي وكل وطنهم، فطبعا بنحتسبهم عند الله شهداء وفي الجنة، وربنا يصبر أهلهم يا رب، ودايما هنفتكرهم وعمرنا ما هننساهم أبدا. الترتيب لهذا اليوم، كان هناك اجتماعات وتحضير لهذا اليوم من خلال مجلس الإدارة ودعوة أيضا لاعبي أو كباتن الألعاب داخل النادي الأهلي. طبعا زي ما قلت لك، يعني ده دور النادي الأهلي، دول ولاده، دول جزء من كيان النادي الأهلي. احنا لو بنقول في رموز كتير مرت على النادي، واحنا دايما بنفتخر النادي الاهلي يمكن دايما بيطلع المواهب في كل الالعاب، وليه رموز كبيره في جميع الالعاب الرياضيه على مدار تاريخه، بس دايما بنعتبر ان شهدائنا هم الرمز الاكبر للنادي، لان مفيش حد اكيد ضحى اكتر بروحه يعني من النادي الاهلي. ايه الرساله او الكلمه اللي ممكن توجه لاسر الشهداء في هذا اليوم في احياء الذكرى؟ لهم احنا دايما معاكم وعمرنا ما هننساكم ابدا، واحنا متواجدين معاكم في اي شيء، وانتوا اهلنا وجزء من النادي وجزء مننا، واحنا دايما بندعي للولاد وهم اخواتنا وانتوا على راسنا، واي حاجه ان شاء الله احنا هنكون معاكم، وربنا يصبركم يا رب، وباذن الله في الجنه كلهم.